اسراء جيلك، يمكن انت كان عندك ظروف خاصه، بعدتي سنه لظروف خاصه عندك وبعد كده رجعتي تاني، فاللي بيروح ويرجع بيبقى عنده تحدي. اكيد صح ولا لا؟ اكيد. كلميني بقى، اول ما خدت القرار انت تبتدي التمرين، وكابتن محمد كان متمسك بيكي جدا والجهاز الفني خلي بالك، وقلتي ابتدي بقى، وانت بداتي تعتبر خلينا نتكلم فروم سكراتش بقى من الاول خالص، بتجيبي نفسك تاني وبتجيبي يعني الفتنس بتاعك. كلميني عن الموسم ده، الموسم ده كان تحدي بالنسبه لك؟ هو تحدي كبير. انا مش هتكسف اتكلم عن ظروفي الخاصه، انا خلفت وجد هي كانت حاجه صعبه، بس انا الحمد لله الحمد لله فخوره ان انا يعني لحد ما حاولت ارجع، وبجد انا مبسوطه انه الكابتن بجد كان مديني ثقه، وهي دي بجد اللي خلتني ارجع. بجانب انه انا عايزه اشكر بجد اهلي ان هم وقفوا معايا قوي، لان بجد انا من غيرهم ما كنتش هعرف اعمل كل ده. طب خلاص انت بصي الكاميرا بتاعتك اهي، بجد ماما لا انا عايز بقى كلمه لبابا وماما، تقولي لهم كلمه على وقفتهم جنبك، اتفضلي. لا بجد انا عايزه اشكرهم، لانه انا فعلا ما كنتش هعرف اعمل اي حاجه من غيرهم، سواء جوزي كان بيدعمني جدا، وماما ومامه جوزي وبابا، بجد هم اللي كانوا متولين مهمه بنتي وانا في التمرين. طب بنتك اسمها ايه؟ ليلى. ليلى انتوا بتقعدوا مع بعض في الاوضه ولا ايه؟ متاثرين بالبعض؟ لا بجد بتقعدوا مع بعض في الاوضه؟ اوعي تقولي انت مسميه ليلى. ليلى بتيجي معانا معسكرات كمان. يبقى معاكي اتنين ليلى في الاوضه. بجد الجهاز الفني كله كان واقف جنبي، وبجد كابتن زولا واقف جنبي قوي لحد ما قدرت ارجع، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن كمان من السيزون اللي فات. بس هي فعلا كانت تشالنج كبيره قوي، انه انا برضو السنه ما كانتش سهله. انا الولاده دي حاجه مش سهله. بس خلي بالك غاده حسام كانت قاعده، ما هي بجد كانت مثل اعلى بقى، مثل ولعيبه، انه انا شفت ده قدامي فقلت ده مش مستحيل. بس هو الموضوع عاوز مجهود وصبر وكده، وبجد الدعم كان كبير قوي من النادي الحمد لله. طيب سعادتك ايه قد ايه مع الموسم ده؟ يعني انت السنه اللي فاتت ما كنتيش معاهم وهم بياخدوا دوري وكاس، السنه دي انت معاهم ومع الفرقه وشاركتي وشفت اللحظات دي وانت في ارض الملعب، وصفي لي شعورك، وصفي لي شعورك والفرقه بتتوج، والنهارده بنكسب دوري وكاس بدون ولا هزيمه، بنروح افريقيا بنبقى قريبين جدا ان احنا نكسب ونطلع فاينل. كلميني عن شعورك ده. هو شعور حلو قوي، عشان انا بجد افتقدته سنه كامله، كنت قاعده في البيت بتفرج عليهم في النهائيات، وبجد كان احساس صعب قوي انه انا بجد عايزه انزل العب معاكم ومش عارفه. فبجد لا كان شعور حلو قوي، واتمنى يعني ان انا اقدر اواصل بمستوى كويس مع الفرقه ان شاء الله. ان شاء الله تقدري توصلي ان شاء الله، وليلى تبقى معاكي في التمارين بقى ان شاء الله. خلي بالك بقى كده هتجنن الكابتن بقى. خلي بالك يا كابتن، اللي بتخلف في فرقه السيدات وبتجيب ابنها وبنتها ما بتشيلش هم، لان بتبقى أيوة. كل الفرقه بقى تقعد يتشال ويتدلع وليلى تتدلع، فبيبقى الدنيا جميله جدا. وغاده حسام كانت اكبر مثال على ذلك بالظبط، يعني. هي بجد كانت بتدعمني قوي، بتقول لي ان كل حاجه هتعدي وهتقدري تجيبي نفسك وكده، فبجد انا بشكرها قوي. طب امنيتك ايه؟ امنيتك ايه مع الفريق تحققيها السنه الجايه؟ والله بجد انا نفسي ان احنا برده ان شاء الله يعني كمحلي ان احنا ناخد الدوري والكاس برده بدون هزيمه، واحنا من داي 1 بنشتغل على ده مع الكابتن على طول. يعني هو فعلا في كل تمرينه بيفكرنا ان احنا هدفنا ان احنا ما نخسرش، ان احنا نبقى استثنائيين في كل حاجه، اللي هو مش بنكسب وخلاص. فهو بجد احنا بنحضر لده كويس قوي في فتره الاعداد، وبنعمل مجهود جامد. يمكن شهد وكل اصحابي اتكلموا عن ان احنا فعلا بنعمل يعني بنضحي أيوه. كتير قوي أيوه. في بيوتنا واهالينا واصحابنا، عشان خاطر بجد في الاخر نوصل ان احنا نكسب ونحقق حاجه كويسه ان شاء الله. طب اسراء، من وجهه نظرك اصعب ماتش كان للفريق مر بيه؟ الفرقه بتعدي بماتش كده في الموسم نقعد نفكره، مش مهم كسبنا او خسرنا، يعني مش قصدي ان احنا لازم نكسبه، ولكن بيجي مباراه بتعدي الموسم يقول المباراه دي كانت صعبه قوي، انهي مباراه؟ انا بطول في السؤال شويه عشان تلحقي تفكري. مش فاكره بالظبط انهي مباراه، بس احنا في وقت كتير ساعات بنعدي بلحظات صعبه، وبجد يعني ان احنا الكابتن بيخش مثلا بين الشوطين مثلا بيفوقنا ان احنا انتوا في ايه وبتاع وكده، فبنقدر نجيب نفسنا وبنشجع بعضنا بالتشجيع ده. فاحنا يعني هي مش لحظه واحده، احنا في طول السيزون بنعدي بلحظات كتيره قوي صعبه، وماتشات يعني كتيره بتبقى صعبه علينا، بس الحمد لله بخبرتنا ويعني وانا ببقى عندي ثقه ان احنا بجد تعبنا. يعني انا مش عايزه اقلل من الفرق الثانيه، بس بحس ان احنا عملنا مجهود كبير قوي واكتر من الفرق الثانيه، فاكيد يعني ثقتي في ربنا طبعا ان احنا المجهود ده مش هيروح. فبجد طول الماتش ببقى حاسه لا احنا هنكسب، يعني احنا هنكسب عشان احنا بجد تعبنا. صحيح. ومفيش احلى من المكسب، والمكسب زي ما قال الكابتن مكسب بحاله، مكسب بدون ولا هزيمه. تروح افريقيا الناس تقول لك انت بعيد، فرق انجولا النهارده، انت مفيش فرق في افريقيا غير فرق انجولا بس. النهارده انت فرق، انت كنت الاول زي ما نصر قال كنت ممكن تخسر من نيجيريا، كنت ممكن تخسر من الفرق من كونغو، النهارده كل ده بتكسبه
وبتشد مع انجولا توصل معاهم لاخر 5 دقايق. فالنهارده الحقيقه لا فريق محترم، فريق احنا كلنا فخورين بيكم زي ما انتم فخورين بالفرقه وبنفسكم، احنا فخورين بيكم واكتر كمان ان انتم بتحاولوا تحققوا حاجه للنادي.